مرحبا، خلونا نكمل شوي. طيب هنروح هلا هون نخلص التاسكس، فبدنا نصيد هدول، ندور عليهم ونقتلهم. هلا شو عم ندور بالضبط؟ شارجر تاسكس. اوكي، اللي هن الخنازير الكبار اظن نصيد منهم 10. ما بعرف اذا نصيد 10 ولا بدنا 10 اسنان. نطلع هيك، ناخذ هاي. تفضل، اهلا وسهلا. طب في هون هذا الشيء ليثل شراين، على امل انه يطلع لنا شيء بالطريق. وشكله كتير زحمه لدرجه ما حنقدر نعمل شيء. هلا هون المفروض نلاقيه. يلا ناخذ هاي. 2 بس 2 نزلوا. طيب فاين. اها أيوة التاسكس. يلا اها طيب ننزل تحت اظن. نخلص من هدول. نعم شرد. أنا أخذ هاي. وينهم هدولي؟ ما بدي اياه، ما بهم. بتعرف شغله قبل؟ تعال في هذا الشيء. Strength has been increased by 2. حلو. I need more time. After them help. المشكلة انه هدول كمان عم يعملوا فارمينج. فارمينج بعالم الجيمز اللي هو انك تجي وتشيل اشياء، يعني انك ترجع تعيد الشغلة ورا الثانية مرة 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 هيك حتى تجمع. هدول كلهم عم يجمعوا هدول.
لنا مصلحة بهي الجهة، كلهم تحت. يا ناخذ هاد هون 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 ايوه بلش اللاج بلش اللاج مع زحمة العالم اخذ هاد بلاد اورب رير فوكس دكستريتي لا طيب ننزل بقى تنتين على اساس انه رحله سريعه بس طلع في عنا منافسه هاي مشكله الام ام اوز دائما بيطلع لك منافسه I need more time. يس طب خلصنا من هاد هلا نروح هون تراك سلي باندت 7 يلا 50 بسيطة تك 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 بتلاقيه خلصين طيب نطلع هدول ايه الحقني هلا اجى قطيع ما هذا الهراء تعال ننتقم عليهم والله هوايا يعني عم يروحوا لي سكيلتون بسهولة يلا هنطلع نقاتل بانديتس بعدين داتر اوف ذا اوك هنروح هون خلينا نخلص على هاي اول تقاتلوا قد ما بدكم هنترككم هون شو في هون؟ أنا وين؟ أنا هون في هون شيء معلش تعا أنا متأكد في شيء هون هيك عندي فضول ما في شيء يمكن كان في ميشن هون بأول ما أجينا بلا صح 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 لما كنا عم نلعب تجمعات هون بالنص ما هيك
يلا يا استاس شرب. على الايفنت لانه على الاغلب ممكن نخلصه اثنين سوا اذا كان في باندت هون. يا مش مع السولز ممتاز. تا تا عالنص يلا ناخذ السولز هدول على الارض لانه لازم نلحقهم قبل ما تخلص الوقت. ما لحقنا ال هاي ماشي مو مشكلة المهم خلصنا هاي المشن. في عندي شوية لاج للأسف هذا واحد من الأشياء اللي ما بعمل ستريمينج كتير لأنه النت عندي تعبان. طيب للأسف المكان مالي ساكن ما في فايبر فيعني ما استفدت كتير. طيب خلينا نجي لهون. لا حنجي لهون. شوف لما بيقول لك لا تجي من هون الجكر بتروح. هاي بالجيمز دائما هيك تعمل. لانه على الاغلب شو بيكون؟ بيكون في شيء مخبى هون. هون ما في شيء. لا ولا واحد من دول. ممتاز وما في شيء محرز بس طلع في بوس مثل اشباه بوسز هون. كسر براحتكم. يلا يا استاذ هذا شو؟ اه تو هاندد اوكي. او ام جيش يلا هون ما في شيء. طيب معلش بالجكر لفوق في هون السلر. إذا سمحتوا هاي السلر بس أبعد
نكون بداله الجيش اللي مات. ايوه ونعم اغلب حيطلع لنا شو اسمه. اهلا نعمل هيل للشباب ننزل لتحت. هون نعمل هيل. شفطني لجوع. ناخذ هدول. ما في شيء محرز. بس اخذنا هون الا هذا الشيء. هذا one handed بس اثنيناتهم تعبانين. يا للهراء. لسا عم تلم. وين راح ذاك كمان؟ تبلا يلا. ايوه ناخذ الرينج. روح يا عمي روح. لا شرف. طبعا عندنا هذا الخاتم حنروح وين ما كان. اي مكان اوسيفايد اسنس كي باسيف اولسو كريشن كركو بون دامج بلا 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 بلا. هذا رقم 40 هذا 30. ابدل هذا بهذا anyway. خلاص امشوا تركوون. Grab the sword. يلا على الايفنت على الايفنت. Slay the channeling ما بعرف مين. يلا فشل الأرض.
وين بدأ لعنة موسى. بوم. تشيست أرمر. وأظن صار وقت التشيست أرمر anyway. حلو. Damaging an elite enemy grants you a barrier. I'll take it. هو أصلاً هذا قديم صار. مو كتير فظيع بس يعني. طيب هذولي out. نحن وين رايحين؟ رايحين على هاي صح؟ بعدين حننزل لتحت. شو هذا صاير هون؟ ليجن ايفنت. مين؟ نقوم هدول. اوكي. شرف. بتعرف؟ مو هلا هون يلا على المين ميشن على طول اوريدي. شو هاد طوطم ما بيهمني. اوريدي متاخرين يعني او نحن لفلنا كتير اعلى من الجيم صار حتى لانه لدرجه انه حتى اللوت عم يجي ضعيف. شو هذا هون خلينا هون. يلا يلا اهلا. ما هذا الهراء؟ ما بعرف شو صاير. دراي ستيبس هو هيك. يلا شرفه. خلص منه خلصني. هلا حفوت على دراي ستيبس اللي هي المنطقة الجديدة. شو هذا اللي هون؟ لا لحظة 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 شو هذا؟ في مصيبة هون. عندي فضول أعرف شو في هون. هذا شو سامونر يعني ولا كيف؟ مثل وولد بوس. هاي هون هذا بلس لا هاد رانك اوف بلايت مو فظيع يعني. اون سبير انتليجنس ولا واحد منهم. هذا اللي عندي احسن. طيب ننزل لتحت. لازمني شو اسمه لازمني اسلحه جديده يعني اشياء ليفلات اعلى. هلا هون دراي ستيبس ليفل 49 يعني فمثل اللي انا ماشي فيه المفروض يعطيني كمان لوت محترم. فبرو اوبا دغري على السريع مدينه
الله يصريف. بس مو كأنه المدينة الأساسية هاي. طب يلا خلينا هون نعمل هاي. We'll travel close to completion. بعدين حأجي على هذا الشيء. Yep. طيب هلأ حنروح على هذا الشيء. Yeah. من هون. ماشي. شايفين هون هلا هذا دراي ستابس بوينتس حيفتحوا لنا ابيليتي جديده. بعدين بنرجع بصير برجع براحتي بعمل الكوستات الجانبيه. اهلا مخلوقات جديده اخيرا. بس تعال معي شوي. ما في تماثيل. I need more time. يلا. فلنذهب من ها هنا. أربلست يعني هذا الشيء اللي هو ال مثل القوس. على أغلب حيطلع لنا شيء هيك مزعج. يا أهلا وسهلا. والله اعتني. خليك تحت هون خليك تنوم. عليهم. نعمل بوست. اوكي. هون ما بدي اياه. نعمل سورت. كيد باردو. اظن هي المدينة الكبيرة حتكون اسمها كيد باردو. طلعونا كل شوي. هذا ما عاد اسمه شارجر صار اسمه بيست. I need more time.
قتالهم حتى تشست ارمر. قتالهم شوي. We heal per second for each close enemy up to 112 life per second. وأنا عندي كم life؟ 1000 وهذا. والله إنه حلوين. أول بدال هدول ماتوا وأنا عم بطلع على الأوراق. إيه بلاش الشغل تقلب جد بالمنطقة هاي. باقينا ليفل واحد يعني شوي تكي ومصير 50. شو هذا الشيء؟ لغز امبولدن. امبولدن شوف هي حتكون يا هاي يا هيلب. I need help. No. يا تشير. Well done. Hey, spirits follow you. I need more time. أول بداله. بس اتأكد وين بيطلع من تحت الأرض. طيب كمل هيك. طنش امشي. والله سفرة هاي. وصلنا على كتبة باردو هي اللي هي المفروض انها تكون المدينة الكبيرة تبعهم. ما هيك؟ تعالوا نكبس ال هاي. It's my sons, Auden and Kada. They used to work here with me in Kedbardu, but then they got it in their heads to set up a new shop in Chirandai. You know how young men get when they're of age, desperate to prove themselves. If you are headed that way, would you mind checking up on them? The roads are so dangerous these days, and I haven't heard from them in so long. مو غلط انه على الطريق. Look into it. لو في شي نعمله. تعا هون. هذا الشيء. كرافت وهذا كرافت. كرافت. كفي. اوكي. Five times this month those brigands have plundered incoming caravans. I care little for the stolen gold and spices, but those vultures take the food as well. Now those knaves gorge on our food while I watch my children waste away. Please, if you can recover any supplies, I'll personally see that your coin purse is filled. هذا الشيء. مدينة ضخمة هاي.
can only watch so much. The great axe of the Oxen tribe has gone missing from the forge, stolen by swift hands. It is an heirloom of Rhaegor, War Master of Change. Its edge claimed countless demons upon Ariat, yet showed no wear. Its craft matched its keeper. The Triune has tried to take it before, cubs looking to prove their worth. They learned their place, but remain persistent. We've seen them hiding around the ruins on the southern coast. If they have the axe, it's sure to be there. هون عم يقول لك collect stolen supplies from bandits in the Kotama grasslands. هذا المكان. طيب هلا آخر شيء هنجي لهون وبعدين نطلع هيك. لا من هون. لا مو هذا، رجع هذا. كأنه نسينا نعمل هاي. تعال معلش سامحنا. انا كنت على فكرة كنت عم فكر بصوت لحالي بس انه وين مرحلة الصحراء؟ دائما بدي أبلو في مرحلة الصحراء. هاي مرحلة الصحراء. طيب. وطبعا في مرحلة المجاري ومرحلة الصحراء ومرحلة القطار. Are you in a hurry to leave? I'm heading south to start training as a mason. My mentor says that we can be of great help to the people there. If you're interested in helping some people, find Lakrin in Alzuda. Okay. Hello. Who is this? Kaman? Lutheran? Well, he's still breathing. He is lucky to be. Odd. That old man there, he claims to be Horadrim, but he drinks like an ox. Hey, Lorath. He came to town days ago, looking for a servant of the demon Lilith, a pale man. It seems he didn't like what he found. I see. I will take it from here. Who are you? He and I met in the Fractured Peaks. I saw his pale man in a vision, if you can believe it. Enough. He's yours. Just keep away from the bottle, both of you. Oh, bloody damn elves, what do you want? You told me to meet you here, Lorath. Remember? Of course I remember. Just surprised you're not dead. Hand me that bottle. What happened to you? I was attacked, obviously, by vast quantities of alcohol wielded by my own sort of been a brawl with a goat over this patch of mud. But I like to think I triumphed. Lorath, who is the pale man? The pale man is was Horadrim. Horadrim? Then you must know him. I thought I did once. His name is Elias. He was my apprentice. He was the one who brought Lilith to Sanctuary. It's possible that I did not take the news very well. What must we do then? Find him. Figure out what he's done. And then kill him. Listen. There's a woman here someplace.
She has some messages we'll need. And I'm of no use to anyone right now. Could you find her? Enough time has been wasted. Okay. Check around the inn. أنا حوقف التسجيل هون ونكمل. ما تروحوا لمحل. أوكي نكمل. اضطريت وقف الفيديو شوي لأعمل كم شغلة. نكمل محل ما وقفنا. Have you heard? No, no word from Orbe. Same as yesterday and the day before. But I have something else. Rumor has it a pale man passed through the Abaru Canyon some time ago. Fearsome fellow, dressed in black. After Laura's performance last night, I wager he'll want to know. Okay. روح نعطي التقرير. Strange. I wrote to the Orbe Monastery the day I arrived. The abbot should have replied by now. Tekrin spoke of a rumor. A pale man. Seen near the canyons. The canyons? Why didn't you say so? Ugh. But we can't let it. I'm off to the canyons. You can make it seem reliable. Thus far. نروح نشوف شو بدنا نعمل. اول شيء هذه المشن. طبعا على الطريق حنقتل ستولن سبلايز فروم باندتس، معناتها حنقتل باندتس ونجيب السبلايز وبعدين حننزل لتحت. ميت لوراث ان ذا كانيون. تكي بقى يعني تكي شوف مو طبيعي. 300 600 اكس بي 700 اكس بي اسف. يا حنطلع ما حنعمل مشن هيك تعال. هاي الليفل. وقف شوي. باراغون بورد انلوكت. حنجي هون. هذا الباراغون. الباراغون سيستم جديد حطوه مثل تبع باث اوف اكسايل تقريبا. ماجيك كليف نورمال مود 5 انتليجنس. نورمال مود 5 انتليجنس ويل باور. طيب هذا معناها حناخذ هاي. نكست راديوس انكريس ات ليفل 4. فينا نحط هدول هيك هون يعني. اوكي not yet unlocked. اف انا ما عاد عندي بوينتس يعني لحتى اعمل هون خلص. انترستينج. والله فكره. ماشي. Paragon system. قبل كل شيء في معي حدا؟ تعرف في ايفنت. مين عم يحكي معي؟ I need more essence. Mm-hmm. Mortal souls, right.
راكم نخلص كمان هاي. أول هدول محلون. طيب هذا عم يحاول يجيب sacrifices. سلامي. ما فات. اوكي كويس. تعرف؟ طلع بدالون. Sacrifices done. Supplies. All right, stay your hand. Oh, the vermin have bled enough. There is a small cave nearby where your final test awaits. The fortress sister was right to send you. You might just survive. مين هاد؟ ما بعرف. المهم ما علينا. خلينا نروح على ال whatever. ميتلورات التكانين. خلصنا المشن هاي. لا صار فينا نرجع. بس نرجع المدينة. حاليا ما نحتاج. طيب هذا شو بيعمل؟ When injured portion also restores 10 sources. Intelligence لا. هذا كمان لا. يلا. هل هذا يعني انه انا رح اعمل غير هذا مرة تاني؟ بعدين. حيعطيني بسكيل بوينتس. What have you found? I had hoped to find a witness who saw Elias. Instead, I have a camp of dead merchants. They were slaughtered by demons, that much is plain. But none were summoned here. We should search the canyons. Could Elias have summoned these demons? Easily. And assuming he did, he may still be here. Stay close to me. أول ما هدول يلا مالي بضطر اجي من هون بس خلينا نستكشف. شيب توباس. ما في طريقة نلمون هذول اوتوماتيك. Time.
تفضل تفضل. ايوه. I hear a stone cutter lives in that house. A man called Genbar. It's hidden, isolated. Perfect for working in solitude. بس لحتى نعبي المانا. ايوه. طيب حننزل لهون مبدئيا وبعدين نرجع نطلع. لانه عندي احساس انه في شيء مهم. ممكن ما يكون في شيء بس عادة في. شرف. هالفانك. بس 15 انتليجنس 62 فظيع. يا معقول ما في شيء؟ بس هيك ممكن يكون في قدام بيكون في شو اسمه كوستاية او شغلة بدنا نجي لهون. طيب مو مشكلة يلا ننزل. يلا شرف من هون. I've reached your destination. Yep. Of Elias's ability. Let's search the house. في شيء غلط. اوكي. راح نشوف البيت. اها. هذا وين؟ هذا كله ما بنحتاجه. والله عم فكر فكرة هي انه انك ما عاد استعمل هذول. نشيل ال Loraeth is no longer following you. Okay. Tread carefully. Elias could still be close. See what you can find. نجرب بيلد جديد المرة الجاي أو ممكن هلأ. إيه أستاذ لوراث. The remains of a fine statue. ممكن نعمل options جداد. نعمل مثلا إذا vampires أو تعا هون شوفي هون كمان شكله لازم ندور على شيء. Today Master Elias called at my door. I had trouble with my words, so I showed him my carvings. He said he could see my pain in them.
the pain of a lonely man who had learned to hate the world. And yet, our mother, Lilith, found me beautiful. He said there are others like me as well. And together, we will build the new world. What a damn mess. Burning hells! We're too late. Elias is long gone. This Genba is our summoner. How can you be certain? Isn't it obvious? Elias finds Genba alone, friendless, full of anger. So he plays him like a fiddle, offers him Lilith's love and a part in his grand delusion. Then he gives him tools to express. Let's hope he can still be questioned. رايحين على هذا المكان. إيه بس خلينا ننزل لتحت نشوف شو في بهذا. يمكن لاقي ستاتشو أو شغلة. تعال. Genbar, هو Elias. Okay. هون في بوس. Thank you for sending Master Elias to show me the way. I long for the day when we stand by your side. And set the cleansing fire. Genba. Visitors. Did Master Elias send you? Master Elias? Well, yes, in fact, he did. Ours is a very important mission. We have something for the Master, but we had heard he was with you. Do you know where he is? Liar. Dirty pig's born liar. The Master has all he needs! Rise now, my wretches! Yeah. To me! Where are the Genbar lain. I'm not ready yet. والله هيلته عالي ها؟ طب فيز جديد. يلا. أيام؟ Come on. يا اخ
how vicious you've become. Bad news first. Genbar was expecting someone. It seems Elias has turned others to his madness. Taught them to summon too, I'd wager. You heard Genbar. The Master has all he needs. They're about to do something drastic. And the good news? Elias gave us a gift, remember? This demon he sent to kill us, it is unique. It requires constant feeding. Human sacrifices, in fact. If I cut open its belly, someone inside might hold a clue. Tell us where it came from. I must have it brought to Cad Bardu for examination. Make yourself useful and head for the Orbay Monastery. Okay. See what's keeping that bloody abbot. طيب. نرجع على هذا شو هاد؟ في هون سايد كويست تعال ناخذها. يلا. اوبا هذا هون فول اصلا عندنا الهيلث تبعنا دبل. حتى ما له دنجن هاي. اوكي. نجيب من تحت. يلا يا شباب. كوفر هاوس حيعمل مصيبة. مين لحد هلا عجبته القصه اكتبوا لنا بالكومنتس. انا شخصيا شايفه اوكي، مالي شايفه لا فظيعه ولا سيئه. يعني لحد هلا ما في شيء واو بالموضوع. انه ايه في ديمن بده ياخذ العالم وعم تروح من محل لمحل وتسيطر على الناس مشان يعملوا اللي بدها اياه. Interact. Shout your reject. No mother of mine at her towering statue in the Rift's hidden shrine. Okay. Reject the mother. وين؟ هون؟ Oh, come on. شو السؤالي؟ طيب فاين. في عنا ريجكت نو في اظن نو صح سوري كاستمايز نو هون يا صار طريق لهذا المكان. اوكي حنروح على المدينة بكل الاحوال. فاين. يا. روح هيك. شو السؤالة؟ في عندي شيء بيخليني اسرع هون. اوفر باور دامج، دامج اجينست جوتمان، زومبيز، سبايدرز. Critical chance, critical damage, fire resistance. ما ولا واحد. كان ممكن روح اصنع بنفسي بس هلا خلينا نوصل قبل هذا هون. Reject the mother. الا لا لن اتبعك. فلتذهبي الى الجحيم من حيث اتيت. لا 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 لا
مشوار مشوار نتمشى مشوار. اوه يلا Elias targeted the dry steps. You knew Elias corrupted him somehow. I bore witness to that evil spoken. Oh, Donan. The poor fool Astaroth hails from the realm of hatred. طيب. هون حنجي نقول وين الستاتيو تبعها هي؟ هاي ولا هاي؟ هاي. إذا قلنا نو. كستمايز أول. هاي النو. نحطها هون ونعمل سيف. No. هذا لا هاي لا ايوه هذا كل شيء هذا الماسك مو فظيع مع السلامة طيب هنعمل ايه تاون تاون بورتال نكسر الغراض من عند البلاك سميث هاد اها ريبير ما في ممتاز بعدين نروح نسلم الكوست The supplies bless you are we all شكرا هلا باراغون تعالوا نعمل ابيليتيز جديده نعمل ريفند اول حندفع 100,000 شوش كانسل كتير كتير تبان هون كمان ستاند الون انكريز دامج فور ايتش اكتيف مينيون احتمال اني اعمل ريفند وحط هدول هون في عندك هدول كمان ما عملنا فيه شيء. Your skeleton will heal skeleton for additional 20% at maximum life. اها. شكلي حارجع عيد كم شغلة هون. شايفين هاد increase damage reduction وهذا sacrificing bolts and skeleton mage increase their sacrifice bonus by 20%. فممكن هذا مع ال whatever حعمله هون golem mastery damage and life of your golem by 25. 75% هذا نطلعه للعالي اوكي انسبايرنج ليدر طيب اذا هيك وين الكوربسس فورم 45 فور بيس لايف هذا اللي هو ال اوكي سكيلتال بريست هيلينج المينيونز كانت لوز مور ذان 70% فروم ا سينجل دامج انستنس حلو افتر يو هاف بين هيلثي فور ات ليست 4 سكندز يو اند يور مينيونز جين اتاك سبيد انكريس دامج بدل هدول النقط فيني وزعن توزيعة جديدة يعني هون مثلا هذا damage and life of skeletal warriors ممكن نرجع نعيد تعالوا لكم يلا ها ولا لا لا والله ما لي عارفة blood search draw blood from enemies dealing hard هلا ممكن أعمل حركة جديدة هي إنه أنا يصير عندي abilities جداد physical damage مثلا هذا bone splinters fire 3 bone splinters physical damage بدل القصص تعال لكم هون intelligence increase skill damage by 23% هذا عندي الانتليجنس كتير عالي والله ممكن look of the dead Your critical strike chances increased by 5% when you can no longer raise skeletal warriors. Okay, هذا you gain non-physical resistance. Had increased shadow damage, but you no longer raise skeletal warriors.
هذا physical critical strike chance increase by 5%. طيب ونجي هون close increase damage to vulnerable enemies. هون بدالة your maximum essence is increased. هذا your overpower damage is increased by 40%, but you can no longer raise skeleton mages. أنا بقول الأسنس لا هاد. طيب book of the dead bone. لا مو بون هذا هون close الجولم. You gain 10% increased attack speed. You lose the ability to summon a golem. Your maximum life is increased by 10%. لا هذا increase critical strike damage but you lose the ability to summon a golem. حاليا نقول attack speed أعلى. اوكي هلا ما عاد عندي golems نهائيا. حنروح هون نعمل refund all. خلينا نعمل حركة جديدة تمام. هنعمل هيك ونقول له abilities ونبلش نشتغل من أول وجديد. أول شيء unstoppable هذا بيعطينا blood surge. ممكن نعمل تبعون له blood على أساس إنه vampire وهيك. تعالوا نجرب ما في خسارة. hemorrhage burst an enemy's blood dealing. hemorrhage has 20% blood orb. يا 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 2 3 4 5 هذا هيك هذا حنجيبه على الواحد أو لا هون. Yeah, it generates essence. After picking up a blood orb, your next deals damage to enemies around your target. It grants you. Okay. هلا hemorrhage. هذا حيطلع دم هيك. Hemorrhage grants 1.6 base life as fortify each time it hits an enemy, and 1.5 chance per enemy hit to fortify you for 100%. Okay. Hemorrhage gains additional attack speed while healthy. لا خلينا على اللي هو اذا كان الهيلث تبعنا فل هياخد 20% اتاك سبيد او grants fortify and has 1.1 enemy fortify you for 100 base life. additional attack speed حبيت مو غلط. طيب اللي بعده هذا blood surge draw blood from enemies dealing كذا expel blood nova. يلا هاي هيك blood surge heals you for 2.5 of your maximum life when drawing blood from enemies. if 4 or more enemies run from then heal an additional. هذا طيب هذا it will cost essence. حلو بعدين each an enemy hit by blood surge nova you are fortified for 1% while you have fortify. okay هذا لما يصير blood nova حواليك. if an enemy is damaged by blood surge nova while you are healthy then gain 1 stack of overwhelming blood. your next blood surge overpowers. اوكي لا خلينا نعمل هاي ولا هاي. هلا انا بقول each time an enemy is hit by blood surge nova you are fortified by 1% while you have fortified for over 50% of your maximum. ايه يلا هاتا منيحة هاي. طيب خلص هلا هذا next one. أي السكيل؟ Not while I'm in town. حنجيب اللي هي اللي بعدها. هذا شو بيعمل؟ increase لا هذا ما بيعمل. طيب blood mist disperse into bloody mist becoming immune for 3 seconds your movement speed is reduced. بتحول ل blood mist. يعني بطلع منها and heal for you can periodically deal 3 seconds. تحول لهذا Grim Harvest. ايه اعطيني هاي. You deal 3% increased damage for 6 seconds after consuming a corpse. ممكن بس انا عم اقول corpse explosion بيطلع ظريف. معلش بعدين قبل خلينا ننزل لتحت اول. ننزل للأخير. ما فينا ننزل الأخير. طيب هذا while below 50 we gain healing extra healing. حلو هذا شو بيعمل increase the damage and life of skeletal mages. ما بيهمني لا هذا شو بيعمل when a corpse is found from your skill fortify for 2 base life. هذا حيعطينا healing كويس بس لا خلينا هون when below حناخد healing زيادة 10% حصير 20-30. بعدين هون blood orbs also heal your minions. ما بيهمني while healthy your blood skills deal increased damage. خلينا ننزل تحت شوي بدنا كمان واحدة. اوكي هاي
ممتاز. هون blood wave that deals and knocks back enemies. You may select only one ultimate skills. هاي ultimate. ها Rathmus vigor increase the maximum after being healthy for 50. So your next blood skill will overpower. Okay. Type standalone. هذا مبديا. واحد من هدول. حناخد هاي blood wave. Blood wave slows enemies by كذا. Blood wave leaves behind three. Okay, هذا بيصير بيعطينا blood orbs. بيصير بنسحب orbs من الأرض. You and your minions gain attack speed. هون كلهم هدول ما بدي اياهم. طب هون شو بيقول stand alone sacrificing both. Okay. Increase damage reduction reduced for each active minion. Increase their sacrifice bonus by 20%. هاي اثنين ثلاثة حلو هدول sacrificed فأخذناهم برا نرجع نطلع فوق. حنعبي هاي اللي هي الكوربس explosion. طيب وهي اللي بتعطينا اكسترا دامج وهاد مع بلايت ولا مع اكسبلوجن مع بلايت شادو دامج ما بعرف هل تلزمني ممكن باي داركنس لا خلينا على هاي انكريس دامج خلينا هون. طيب هلا هون your damage has up to create a corpse as the target location. خلينا نطلع corpses حيلزمونا هدول كلهم مالهم داعي. عنا 13 points. اول شيء ننزل تحت هناخد واحدة من هدول على الاغلب رح ناخد في هاي شادو هذا increase your maximum life اللي حيخلينا نطلع لايف عالي. طيب عنا 12 points. 12 point هنصرفها بطريقة مؤدبة اكتر. طيب عنا هدول الثلاثة هذا الكوربس اكسبلوجن حيضل مثل ما هو بلود ويف. طيب حنجي هيك الالتيميت اوريدي موجودة هون حنحطها على الأربعة هذه الالتيميت تبعنا. خلينا نجيب هون أشياء تانية حنجيب كوربس اكسبلوجن للأخير بعدين هاي هاي اوريدي دان. هذا بلود ميست بلود ميست اللي حيحولنا لهذا او ناخذ عندنا 8 بوينتس معناتها 5 6 7 اوكي 5 6 7 طيب اذا قلنا ولا واحد من هدول هات لك بوم بريزن لا هي 8 عندنا في هذا اللي حيحولنا لميست وفي اللي هي البلود لانس throw blood lance singles enemy for this and dealing kaza and all other lanced enemies. بعدين هات هاي هاي حتصرف essence. بعدين blood lance pierces through enemies who are currently lanced dealing kaza when at least our boss are affected by blood lance you gain 15% attack speed. حلوين هلا باقي عندي 1 point 1 point هيك على أنا بحلي وين نحطه بس قبل البلود لانس هوني دان. طيب نحطه بشغلة مفيدة هي هاي 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 هون تا ننزل هدول. طيب hitting enemies with blood skills has up to 20 to fortify you for life. Your blood skills these overpower damage. This bonus doubled when you are healthy. اوكي يا هذا دامج زيادة يا اما هذا حيعطينا لايف. خلينا نتأكد انه حنضل عايشين. هلا ما عاد عنا جيش يمشي معنا خلونا نجرب هذا البيلد قبل ما نوقف الفيديو. ما هذا؟ هل في فشل؟ هاي الالتيميت اوكي يعني نتعود عليه. وين بلاد نوفا؟ كان في شغله اسمها بلاد نوفا صح؟
تأكد من شغلي بس، هل احنا عدينا على واحدة ما انتبهت عليها انا؟ مو الميازمة، لا لا، هي هي اللي كانت تنفجر. اوكي، دول البلاد يعطونا هيل. او هلا في شيء حلو انه هيلثي فظيع. هون بده يعني يروح صح؟ طيب يلا، ما عجبتنا بنرجع بنعيد. ليك هاي after 15 seconds your next blood skill will be overpowered. كيف عندهم حصني؟ كأنه خلصوا الجيم ما اجاني كويست تبع الحصان. كوريل باسج وينو؟ لا هذا حنبدله مع هاد دقيقة. ايوه، وهون حنحط هاد بما انه عنا اياه. يلا ماشي. شو هاد؟ هذا الشراين؟ لا طيب خلينا نفوت هون. بس للتجربة. Barbarians have various. Okay, become berserk. Hello. And there's time to play barbarian. Aha. I need more time. اشتقت لاصحابي. I need more time. هرب. ايه هو عن جد. أظن لازم أرجع مثل ما كنت. I'm not ready. I'm out of essence. اها ايش فوت؟ كيف هرب؟ رجع ال تعودت عليه، مو ظابط معي هذا. خلينا نطلع برا مرة تانية لبرا. حلو الواحد يجرب مع هيك. chance to form blood orbs، فهذا حيصير يعطينا health كتير. هاي blood lance، هذا قوي ب. ليكو هيلثي رجع. اوكي حلو، نعطيها فرصة. هذا بلاد ويف. حلو.
في شيء interesting. تا. مع السلامة. خلص. والله جيد ترى. شيب تروبي ونطلع على البيس. هذول ما بدي اياهم. حلو. هل في سيف هون اللي بيبين معنا؟ انتر اوربي مونستري هولز ان سيرش فور ذا ابت. هلا بيطلع ما في سيف. اذا ما في سيف مشكله نرجع بنعيد الجاي بعدين، لانه صرنا ما بنلعب ساعه ونص بكف تقريبا. او لا ليش نعملها تعال خلص ديك 39 وهون. حلو. تعا انت وياه تعا. ايوه خلصني. هذا هون. Blood, blood, blood. In my dreams, blah blah blah. Seek the first trail marker, the graveyard of ships. Okay. هون. طب لنفوت على المونستري خلينا نخلصها. والله ما بزعلكم. نجرب هذا البيلد بمكاننا تقيل. هل في عندنا سكيل تاني فينا نستعملها؟ هذا رانك 2 هذا رانك 1. اوكي يلا دقيقة شوي. لازم نكون برا. ايوه في مصيبة هون. What about the others? The elbow! Do as I say! ما في حدا؟ أنا هلا عم بشكي إنه ما في حدا، بس يعني حندم على الحكي، بس عن جد ما في حدا؟ طبعا شوفوا شو صار هون، إذا طلعتها هاي هذا عم يعطيني 5% ضرب تقريبا دبل، يعني حوالي 10%، فعم باخذ سكيلز من غير أماكن. I need more time. يلا. برنتس وان ما بدي اياها. طيب هذا هون خالصين، حنطلع لفوق. يلا يا استاذ. هل هون في مصيبة؟ ذهب ما بيلزمني. كروسيدر سكول. Okay, place the Crusader skull على الباب. لحد هلا ما في شيء هون. أه
هل هذا بيعتبر سكيل دقيقة شوي خلينا نظبط هدول أول بلاد لانس شو لا خلينا على هاي بصراحة بلاد سيرج لا خليه إيه هذا خليه هذا شيله هذا ما بدي إياه هذا ما بدي إياه وهذا هذا هذا الخاتم شو بيعمل بوم سبيريت ديلز دامج بيست اون ديستنس لا ما بدي إياه كمان ما بيهمني اوكي نيكست كان كليسيل دور هنحط هذا هون افتح الشست افتح الباب ايوه نزل لي هيلث غريب شوي صرت مستعمل ثلاثة بوشنز ليك الهيلث تبعك كيف تعبى على السريع هو كان في بويزن على الأرض. إيه. هاي باتل وونت. إنتليجنس لاكي هيت. لك هذا نفتح تشيست. لا يوجد شيء هنا. وكانت الزحمة كانت تشيل عني ضرب عرفتوا كيف الوحوش اللي كنت شيلهم معي كانوا يشيلوا عني ضرب هلا شو ممكن اعمل انا ممكن اجي هون واقول له الجولم اعطيني البلاد جولم your golem absorbs damage while healthy your blood golem gains 25% هذا فممكن جيب هذا مكان while healthy your هذا بياخذ عني الدامج تبعي ممكن وبلاها شو اسمه هاي your maximum هاي you gain increased attack speed بتعرف يلا ها وهذا حنحطه هون تعال blood golem لأنه عم يشتغل blood نغير شيء شوي بركي بيمشي الحال تفضل هذا شو وضعه؟ هذا إليت. أوكي. إيه. نو. هذا مينيون. إنكريست هيلث. أوكي. ليك هو. هذاك كان عنده هيلث عالي ماشي طب حنروح يسار اول هون ايه I'm not ready yet هذا بلاد ويف هذا دن هلا ببين على البوس بصراحة إذا الوضع منيح. Why did you let him in? Search the abbot. Search for the abbot. Okay.
هلا حنجرب نكمل. Unto evening. هلا I shall keep it safe. And then... Are you wounded? The abbot. Open the door. And the pale devil smiled. He took the forbidden knowledge. Shh. It's all right. I've cleared the way out. There is no way out. What knowledge remains must... Unto evening I shall keep it safe. And into we the... must. في له محاسن. لاحظوا هلا صحيح لحالي عم بلعب بس الهيلث تبعي بعدين عم يطلع لي بلاد اوربز كثير. طيب تعا هيك قرب 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 لما اكون بالنص بينات جاء اوكي اي اوفر باور رجع لي الجيش هذا حلو بس رجع لي الجيش بجوز اذا معي راد تانية مختلفة احتمال ممكن رجع الجيش بكل الأحوال أمم
فوق. اعمل اوفر باور. طيب هلا كريتيكال سترايك. هاي هيلث. Darkness kneels before the light. Speak the words of litany and accept your holy burden. Okay. هذا الشيء. Through the day I have prepared to accept the burden of knowledge. Okay. Let's go شوي. ما هذا الفراء. Evening, I shall keep it safe. Okay. هلا وقت البوس بيبين عن جد إذا كان البيلد مزبوط ولا لا. Alright. هذا هون. Slain monk. From morning, blah blah blah. Recite the litany and remove the seal on the door. ما حفظت أنا شو كتب وترى احتمالي اللي كيشو كتب. From morning, my eyes were opened. And I saw the coming darkness. Through the day, I have prepared to accept the burden of knowledge. Unto evening, I shall keep it safe, and into the night hereafter. Sheriff. Abbot. Deserve to burn with the rest of it. Where is Elias? Gone. He said the ruin of Sanctuary was imminent and only I could help. He is going to summon a lesser evil. He took all he needed. And then my scholars. He murdered them. Okay. يا أهلا وسهلا. Forgive me. حبيبي. I need more time. لا هلا هون نعمل الويف عليه على طول. هلا الحلو انه الهيلث تبعي ما عم يتخيل. نلاقي طريقة. اوكي 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 اوكي. لاحظوا كيف الهيلث تبعي عم يرجع بسرعة. ما في شيء يقتلني. صعب. سبيرز اعطيه سبيرز. حط لي اشياء بالارض. بس نعبي الطريقة هي بس نعبي سبيلز. بس نعبي مانا نسلخ اللي هي السبيل.
هو من نفس ليفلك ترى. الأورب 13-14 هاي الأوفر باور على الألتيميت. هاي سبيرز هاي طبيعي مثل ال هذا. Gospel of the Mother. The whole of human knowledge shall be shared. Children of Lilith. شايفين الهذ كيف؟ no secret shall be kept from them. هذا تبع البوسس. And the liars and learned thieves of the world shall perish in their regret. Maximum minion life. ما بدي هاد ولا هاد. اثنيناتهم تعبانين. اوكي. نطلع من هذا المكان. هل في بوابة ولا لا؟ أنا مستغرب من هذا الموضوع ترى. أوكي. طيب خلينا نطلع برا وبعدين شو اسمه؟ شوف شو. أها. شو هاد؟ اوكي هذا نحن حنجي هيك حننزل تحت كل حب. شو هاد يا اخي؟ انتم مزعجين جدا. فجره مشان ناخد مانا. يا لتحت
سلة هون. تاس ليش؟ شو عاملكم هنا؟ والله مشوار تبا. لا ممكن اعمل هاي. لا خليني اشوف اذا في شيء برا. خلاص وصلنا. قوم. اي هذا البيلد ممتاز للقتال. بس هل في طريقه انه اعمل كذا بيلد؟ هاي بلود. اها اوكي. Let's search. Fingers in enemies dealing 1300 damage. Just here all glanced enemies. بصير بضرب كذا اكثر من واحد. لا متاكد بعدين. لا من هون. مظبوط. هذا بيركض. Drains the blood of enemies in the area, dealing 13 healing 5% of his life for each enemy drained. Damage and healing received tripled if only one enemy is drained. Okay. ماشي. بيرجع الهيلث تبعه. غير هداك اللي كان يجيبهم لعنده. اوكي وصلنا. اي خلص هنروح على البيس. طيب على الفاضي يعني مشينا كل هاي. المهم حوقف هون ونكمل بعدين. شكرا كتير. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وسلام.